هاي جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو راح نلعب لعبة بيكا اكس دي. طبعا بقولن فيديو جيم، يب فيديو جيم، ام ريكوردن. طبعا جايز، احنا اليوم بهذا الفيديو راح نلعب لعبة بيكا اكس دي، وبتحديد يعني بتحديد اقصد اللون الابيض. يوم كامل باللون الابيض، المدينة بتصير بيضة. بنشوف ايش بيصير اليوم. قبل ما نبلش اشتركوا بقناتي اهم اشي، وكمان حطوا لايك، وكمان بحبكم كتير، واهم اشي حطوا سبسكرايب. اهم اشي بليز اشتركوا. صوتي راح. طبعا جايز هلا او ماي جاد، خلي بالليس. طبعا انتو كنت انا لما اسوي هيك فيديوهات تبع تحديث، يعني اقصد شو مالي اليوم مع كلمة تحديث. طبعا مع ان لما اسوي اي فيديو عن شي مثلا عن يوم كامل بشي لون، كلكم بتقولوا لي لا اسراء لازم كمان تغيري لون بشرتك، مثلا سويتي ابيض لازم يكون ابيض، اخضر بني. فاحنا اليوم رح نسوي ابيض، اوكي، مشان انتو تكونوا يعني يعجبكم. طيب فهلا خلينا نشوفوا، انتو قولوا لي اذا رح يعني انجح بالتحدي او لا. خلينا نحط هذا، وبحط كمان معه هذا الوجه لانه مضحك يعني هيك. خلي كمان احط له، اوكي، احط شعر ابيض. يما او بدي بس اصبغ هذا الشعر عندي هيك، كنت سوي تحدي بالاورنج، فهلا بغيره الابيض. خلينا نشوف كمان اشي ابيض هيك، وكمان بدي بنت لون ابيض كله ابيض، فخلينا نشوفه. يا مامي، اوكي، سو ليتس وير and white pants. Let's do it right now. This and we're gonna delete this item. يلا نشيله، وكمان يلا نحط هون اشي هون كمان ابيض، او خلي بس هيك. وهون بالنسبة للجلافز بنشوف كمان اشي ابيض وبس هيك، مثلا نظارات بيضة هذي، وهون يعني اشي ابيض هذا. كمان بدنا نظارات، سوينا الكمامة بشيلة، اوكي. هلا معكم، هلا كيتي. If you wanna take a plane. اوكي بلبس كمان معه هذا لانه ابيض، ففهمت يعني علي. فهلا طبعا جايز خلينا نروح نغير اللون تبع الشعر. اوكي خلينا نغير لون الشعر. اوكي نضحك، يعني انا سويت وجه ويضحك، فيعني فهمت شلون. كمان خلينا نصبغ شعرنا ابيض، اوكي، وايت. I'm gonna be just like you. تحكي فيديو جيم؟ يس مي فيديو جيم، I'm recording. White. لحظة هيك بتنكتب صح؟ ما بعرف كيف هيك. لحظة. White. لا مو هيك، هيك with. هذه with. لحظة white. ما في. لحظة بنحكي color، ما بنقدر. حطوا color. لحظة بنحكي I challenge. لك بدي بس اني احكي لون ابيض، لك بدي ابيض. هلا بالمتابعين، هلا هلا بإسراء جيمر. مبروك البدلة إذا لساتك هلا دغري اشتريتها. اوكي هون بسوي لكم قلوب. بحبكم. هذه مسوية ستايل هالوين. اوكي
هان جلست. You are the best video game. يعني بدها تحكي you are the best YouTuber. أوه. اسمعوا الأصوات. لحظة مين بيبكي؟ ليش أنت بتبكي؟ Don't cry princess. Are you okay? Yep. I'm okay. Okay. طبعا هلا خلي كمان نروح فبحكي لكم كام follow me بدي اروح على بيتي وكمان اودي معي متابعيني. كان نفسي انكم تلبسون ابيض بس يا خساري ما لبست. اوكي اوكي خلي عادي نروح على بيت. اوكي اوكي يلا يلو يلو يلو. بدي غني بدي نرقص بدي بدي بدي. اوكي حطوا لايك. لايك لايك لايك. Did you like Did you like my house? اوكي هلا خلي اغير البيت. حابه اني احط بيت صاروخ. بيت صاروخ يعني ما في كتير كتير صباغات فخل نحط بس شوي يعني في كتير يعني اقصد هو اللي فيه كتير كتير يعني في 3 طبقات فبدي الكل يرجعوا هيك ابيض 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 كمان ابيض كمان هوني هون كمان ابيض. يا سلام بيصير البيت كله ابيض وخلاص. يلا كمان فوق شوية هوني ابيض ابيض كمان ابيض also here right here and also right here and also right here already هون مسوي ابيض هون كمان already ابيض فوق كمان also right here. بس عم بمزح اوكي خلي كمان هون مسوي كمان ابيض here white and here and here and also right here وكمان هون اوكي وكمان right here وهوني وهوني وبده الكل يصير ابيض. يا جماعه شكله الليله بحلم باللون الابيض. كمان اقترحوا عليه الوان وكذا وسوي يعني تحديات كمان اسوي اي شيء يعني اي شيء مو بس الالوان يعني انتم اقترحوا عليه اللي بدكم. كمان لازم لي حيوان ابيض اللي هو اعتقد بيت البير البولر بير بس انا على فكره اسمه مو حلو ما عجبني لانه دير بولر انه عزيزي البولر. شتا سكرت سرعت لما سميته هيك 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 هيك. فعندي هلا يا جماعه اربع يونيكورنات 5 يونيكورنات او 4 ما فيني اعود. هي مسميه حيوان جيكو. كمان بطلع انا كمان حيوان كمان حيوان جيكو بيطلع. جيكو بده يكون كمان part of us part of us. لا اكتر جملة حزينة اقدر اسمعها اليوم lost connection to server مع احلى متابعين. هاي اكره هذه الجملة. اوكي جايز فبعتقد هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. المدينة كلها صارت ابيض وكمان البيت كل شيء سويته ابيض يعني ما اقصد على المدينة كلها يعني اقصد سكان المدينة هذا اللي اقصد بالمدينة صارت بيضة انه انا لبست ابيض وهيك انه البيت كله صار ابيض وحيوان ابيض وكل شيء فشكله ليلة بحلم باللون الابيض. المهم
ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، وكمان ضيفوني بلعبة بيكا اكس تي، حطوا لي فولو وضيفكم ان شاء الله، كمان بحط لكم فولو. ادخل على فولورز، على الفولوين اقصد تبعي، صرت عم سوي فولو لكم انتم متابعيني، كمان اللي مسوي لي فولو بحاول اني ارد الاضافة. فخلي اطلع حيواني، لحظة بشوف، هذه اول وحدة اجت عندي فبحط لها فولو. اول وحدة صح، ما كذبت صح، يعني دغري دخلت دغري لقيتها هون. اوكي بنحط لك ملايك على اخر. سوري، هذا ثاني شخص اجى. هذه روز شكلك سكول. ام 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 نو 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 هيلب 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 هيلب. طبعا جايز هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، اشتركوا بقناتي. يس ليش عم تبكي؟ اوكي، وطبعا بتمنى عجبكم، لا تنسوا اشتركوا بقناتي، بس بحبكم كتير وباي.